عم الشهيد رضا احمد الشناوي ابن عم ابوه، يعتبر عمه. انا لنا مطلب بالنسبه للشهيد رضا احمد الشناوي، ان ده شهيد الوطن، شهيد الواجب، ان ده وحيد ابوه على 5 بنات. والشهيد رضا احمد الشناوي بعد ما استشهد في 17/12/2020 خدنا موافقه بتغيير اسم القريه باسم الشهيد رضا احمد الشناوي. وبعد ما تم الموافقه من الوحده المحليه ومركز كفر زيات، والموافقه وصلت الى محافظه الغربيه، قام احد الاشخاص بتقديم شكوى ضد اهل القريه جميعا. وبالنسبه لاهل القريه جميعا كلهم بدون استثناء موافقين على تغيير اسم القرية، وقدمنا طلب قبل كده وتوافق عليه برضو، ولكن شخص ما قام بتقديم طلب عن نفسه وتقديم أسامي غير موجودة، ومنهم ناس على في متوفاة وناس مش موجودين أصلا توفوا. وللأسف الشديد وقف تغيير اسم القرية بالنسبة للشهيد، وده ده حق بسيط للشهيد إن يخلد اسمه وتخلد ذكراه، بالرغم من إن القرية ما فيش فيها أي منشأة حكومية نغير اسم أو تخلد اسم الشهيد رضا أحمد الشناوي إلا اسم القرية فقط. فإحنا بنقدم طلب وبنناشد المسؤولين بأن يتم تغيير اسم القرية باسم الشهيد، منشية الشهيد رضا أحمد الشناوي، وأظن ده حق من حقوق الشهيد. ولكم جزيل الشكر. برضو أنا بأيد كلام الزميل وبأكد ان كل مطلب العزبه ان هم عاوزين يغيروا اسم العزبه باسم الشهيد، منشيه الشهيد احمد الشناوي، رضا احمد الشناوي. وعايز اقسم بالله، عايز اقول معلومه، من قبل ما استشهد بشهر كنا في المقابر بنجهزه وننضفوا منها الاحجار والحشائش وبنفرشوا الارضيات في الشوارع. فمعانا 4 من ضمن الناس المتطوعين، بقول لهم يا جماعه العزبه اللي فرحنا هيتغير اسمها باسم الشهيد اللي مات من هناك، محدش منكم مستعد؟ اقسم بالله اقسم بالله الشهيد رضا قال انا مستعد، وانا ان شاء الله هكون شهيد قريب. والله العظيم انا بحلف، والناس كلها عارفه ان محمد مليجي لما بيحلف او بيقول كلمه بتكون صدق. والله هو اللي قالها واعترف بيها وقال انا باذن الله هكون شهيد قريب. انا بتمنى ان اسم العزبه يكون او منشيه رضا احمد الشناوي. وانا ام الشهيد رضا احمد الشناوي، وعايزه العزبه تنكتب باسم رضا احمد الشناوي عشان هو ابني الوحيد، ما كانش معايا غيره، وهو اللي طلبها، هو اللي طلبها وقال انا عايزه ابقى الشهيد والعزبه تنكتب باسم. وانا ما انا ابوه سابه عنده 3 سنين وانا ربيته وكبرته وراح، وقال انا عايزه اتطوع في الجيش اتطوع، وعايز يحمي بلده. يعني اعمل ايه؟ وسابني لوحدي، وانا معايا 5 بنات وجوزتهم، اشتغلت عليهم وجوزتهم، وسايب عيلين، حمزه واحده، عيلين صغيرين لسه، وابني كان صغير ما كانش كبير. انا زوجة الشهيد رضا احمد الشناوي، قبل ما يمشي اخر اجازه له وصاني على احمد وعلى حمزه وعلى والدته، وقال لي خلي بالك من العيال، وخلي بالك من العيال وانا اعزائي المشاهدين، معايا دلوقتي ام الشهيد البطل، معايا ست الكل الست ام رضا، ومعايا زوجتي الشهيد البطل، معايا ست الكل الست ام احمد. بكل بساطه ست مصريه اصيله، دي المثال ودي القدوه، ولا بتبص بقى القوانين ولا احوال شخصيه ولا كلام من ده، هي بصة لحاجه واحده بس، زوجها واولادها، وتكافح ازاي وتتعب ازاي وتشقى ازاي عشان تاكل بالحلال وتعرف تربيهم بالحلال. ست الكل عشان ما اطولش عليكم، زوجها توفى وابنها الشهيد كان لسه عنده 3 سنين ومعاها 5 بنات غيره، اشتغلت في الفلاحة، اشتغلت في الأرض، ما قلتش الشغل عيب، ما قلتش أنا ست ما اشتغلش، أوحت، ما رمتش عيالها، حربت، قاتلت بمعنى الكلمة، لغاية ما طلعت الشهيد ملء الأبصار كلها، راجل وبالرجولة ومعها 5 بنات بسم الله ما شاء الله زي الفل.
توفى الشهيد او استشهد الشهيد رحمه الله عليه من شهرين اتنين وشويه، شهرين ونص تقريبا، وساب ابنائه 3 سنين و5 سنين. ازيك يا ست الحبايب؟ ازاي حضرتك؟ مش عايز اقلب عليك المواجع، ولكن انت استقبلتي خبر استشهاد البطل ازاي؟ والله انا كنا قاعدين ولقينا العالم بترمح فيه يا جماعه، قالوا ده رضا استشهد. فانا بقول لهم انتوا ما تقولوش كده ابني ما ماتش، وقالوا لا ده استشهد. فخبوا عليا وقالوا ده متعور. قلت هو المتعور بينزل على النت؟ المتعور مش منزلش على النت. فخبوا عليا لما الفجر اذن سمحتهم بنادوا على ابني. جالي انهيار عصب، ترميت ما صحيتش الحاج، والبنات بقوا يشيلوا التراب على راس. طبعا انا ما معيش غيره، وكان بيرمي علينا وبيجري علينا وبيفتح علينا الباب. وانا هروح فين؟ ما كنت هو اللي بيروح يجيب لي العلاج ويكشف علي. شني بقى شايلني دخلنا عند الدكتور وقول له انا احول امك المستشفى. قال له لا ما تحولهاش، اللي عايزة حجيبه بس امه ما تروحش المستشفى، عشان يموت انا وامي يعيش لامي، انا ماليش حد الاهي. وانا ربيتهم وجريت عليهم، وقال لي امي عايزه تطوح طوحت. كنت تمانية يا امي عندك الكورونا مش كده حضرتك؟ اه عندك كورونا، فهو قاعد جنب حضرتك وكان بيخدمك، وكان حتى بينام جنبك على السرير او على الكنبه علشان خاطر ما يسيبكيش، وكان بيقول لزوجته انا عرفت الكلام ده حالا قبل ما نطلع على الهواء، يعني الله يرحمه رب ويحسن اليه، قال لها لو لا قدر الله امي هموت بهموت معاها مش هسيبها. الله يرحمه رب ويحسن اليه. طيب حضرتك بقى ايه؟ طب موقف كده حلو تفتكره لنا بقى للشهيد. انا عارف ان له مواقف كتيره حلوه، اكتر موقف كده لما تفتكريه بتنبسطي بتبقي سعيده؟ بس زعلان عشان ما هو طبعا يا امي طبعا زعلان طبعا بابنه ده نايم ماليش غير طبعا يا ست الكل. بس احنا يعني اللي خلينا نهدى شويه ان هو دلوقتي في معيه الرحمن، مفيش احسن من كده عند ربنا، والشهداء مصيرهم معروف عند الجنه عند ربنا، فيعني نحسبه ان شاء الله من غير مقاطعه في الجنه باذن الله بامر الله. طيب انت بعد اذن حضرتك كزوجة الشهيد، كزوجة الشهيد كان بيتعامل مع حضرتك ازاي؟ جاب لك قبل كده سيره الشهاده مثلا؟ ايوه على طول باستمرار، كان باستمرار الشهاده يدعي لي ان انا استشهد. يعني مش مجرد الكلام اللي هو قاله في المقبره دلوقتي اللي شفناه في الفيديو لا اللي هو على طول. على طول كان على طول انا هستشهد، ادعي لي ان انا استشهد. اقول له لا يا رب لا يا رب. انا عشت معاه 6 سنين بس كانوا احلى 6 سنين في حياتي. يعني ما كانش زوج قاسي مثلا؟ لا بحكم كمان وجوده في العسكريه لا. ناشف شويتين كده و طيب لا كان والله. هنين وكان طيب، حتى لو اختلفنا مع بعض ما كانش بيخليني انا زعلانه. الله يرحمه ربي يحسن ايديه، الله يرحمه ربي يحسن ايديه. طيب وحبيبي ونور. طيب حضرتك بس كل دلوقتي احنا العزبه بسرعه كده عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين، العزبه يا جماعه اسمها عزبه شويرب، هي موجوده تبع ديما تبع كفر الزيات. الاهالي بتوع القريه يا فندم اجمعين عايزين يسموا القريه باسم البطل ويبقى اسمها منشاه الشهيد رضا منشئه يا فندم، اسمها في اللغه العربيه منشاه. حاضر. منشئه الشهيد رضا احمد الشناوي. طب ليه يا فندم عايزين يسموها كده؟ لان ما فيهاش خدمات، فلما تبقى منشيه من حقهم يبقى عندهم خدمات. ليه؟ هيبقى لها تخطيط اداري معين. سمعنا بقى حضرتك ان في حد لم امضاءات من الناس عشان ما يسموش العزبه كده. اه ايوه فعلا. طب مضاهم ازاي؟ ايه اللي حصل يعني؟ بياخد كان الاول كان بياخد البطايق لما يجيب عيش واخد اسامي الناس تمام، وكتب اساميهم وكتب ناس متوفين تمام، وهو ما عرفوش يعني هو واحد مش عايزين نقول اسمه مش عايزين نشهر بحد تمام، يلا ربنا يسامحه. بس عليك السؤال، لما مضاهم كان بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ده عشان نخلي بقول لهم ده انا عشان اغير اللي راح مضى الناس احنا هنغير العزبه باسم منشيه الشهيد رضا الشناوي. كل العزبه موافقه يعني ومضى. هو مضاهم هو اللي لف عليهم حضرتك وقال لهم انا هغير العزبه باسم رضا الشناوي. يعني حضرتك كان بيمضيهم على اساس على اساس ان هو هيغير العزبه. ايوه وهو طلع بيمضيهم على عدم التغيير. ايوه ان العزبه مش موافقه ومعايا امضاتهم اهي. طيب ارجو يا جماعه لو احد المحامين الافاضل المحترمين بامانه يعني ارجو اللي بيكونوا بيشوفوا التلفزيون الحلقات بتاعتنا على التلفزيون لو ينفع يا جماعه يرفع قضيه بالقصه دي نكون شاكرين جدا، يعني ان برضه ما ينفعش اي حد يعمل غلط كده ويعدي. استاذنكم يعني لو في حد يتواصل معانا اكون شاكر جدا يعني. طيب بقول لك يا ست الحبايب اقول لك ايه بس، طيب انت حضرتك نفسك في ايه غير موضوع العزبه انها تبقى باسم الشهيد؟ نفسك ايه تاني؟ نفسي ان انا تبقى العزبه باسم ابني عشان ابني طالب. تمام، وانا عارف ان العزبه ما فيهاش ولا مدارس ولا اي حاجه خالص، حتى الاناره البلد مظلمه بالليل في المدخل بتاعها، ما فيهاش مكتب بريد، ما فيهاش اي حاجه ممكن نسميها باسم الشهيد. ده بس المطلب الوحيد. وتعملوا له مدرسه. حاضر يا ست الكل ان شاء الله من غير مقاطعه باذن الله. وسياده المحافظ بامانه الحاجات الانسانيه دي ما بتاخرش فيها الفتره دي بصراحه. واحنا بنشكره رئيسنا فتاح السيسي وهو على راسنا من فوق، القياده السياسيه بتاعتنا كلنا وهو ابونا كلنا، دي حقيقه فعلا. وبعدين معلش يا فندم هو اللي كان طالبها، يعني رضا قبل ما يتوفي يقول انا هستشهد والعزبه دي هتنكتب باسمي.
يا فندم. وحتى يا فندم لو ما كانش طالبها يا فندم ده حق وده شهيد، والشهداء بيطلق اساميهم على حاجات بتبقى تبعهم، مدرسه، مكتب بريد، القريه. احنا مش طالبين حاجه خالص غير هي العزبه بس اللي تنكتب بيها. تمام يا فندم، ده طلبنا بس. احمد باشا، احمد باشا ابن الشهيد البطل، قول لي بقى يا حبيبي الاول كده نفسك تبقى ايه؟ عاوز تبقى حربيه ولحد بقى العزبه تنكتب بس. طيب العزبه تتكتب ماشي عرفناها، لكن عايز تخش الكليه الحربيه عشان تبقى ظابط؟ وتعمل ايه وتحارب المجرمين دول الارهابيين دولت؟ تمام. طب انت لو بقيت ظابط وانا مش ظابط تمام وحصلت لي مشكله اعرف اتصل بيك وتطلعني منها؟ قول له اه. لا انت مش مركز معايا يا ابو حميد. ابو حميد طيب قول لي بقى انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ ولا مالكش في الكوره؟ لا اهلاوي زي بابا. اهلاوي. اهلاوي؟ على صوتك يا بلد يا جماعه كلها اهلاويه يا جماعه ولا ايه؟ معلش يا جماعه انا زملكاوي استحملوني، وانا عارف ان انا كده خسرت 3 ارباع جمهور مصر، ولكن انت اهلاوي يا عم، كل الناس اهلاويه. ماشي يا ابو حميد. طيب انت في سنه كام دلوقتي؟ كي جي 1. طيب بتاخد ايه في المدرسه؟ خدنا الف ب ولا لسه؟ خدنا اكيد يعني. طب شاطر وبتروح وبتتابع يعني. ولا ايه؟ لو مكسوف بس كمان دول لسه على الهوا بس يعني. على فكره بص صورتك هناك في التلفزيون اهي، بص اهي اهي، شوف بص مصر كلها شايفاك، الدنيا كلها شايفاك دلوقتي منور الدنيا يا حبيبي. طيب بقول لك يا ست الكل، حضرتك قصه بقى الكفاح كده بتاعت حضرتك بسرعه، انا عايز القي عليها نظره. حضرتك لما توفى والد الشهيد رحمه الله عليه وعنده 3 سنين، حضرتك تعبتي عملتي ايه في دنيتك عشان تحافظي على اسره من 6 اطفال 5 بنات وولد؟ تربيه صعبه جدا وحضرتك لوحدك. طبعا الصوره يا فندم معانا هي تبص ست الكل ابن حضرتك على الشاشه اهوت، وصوركم منوره على الشاشه. كنت بشتغل بالاجره، عندي مثلا واحد زي حالتك كده، واحد زي دي، واحد زي دي، وبشتغل بجيبهم. ما كانش فيه دخل يعني، ما كانش لها دخل ولا عندها ارض ولا عندها اي حاجه. تمام. شغاله فقط لا غير في الفلاحه بالأجرة فقط، بالاجره بس. تمام. هم كبروا واشتغلوا معايا وبقيت اجهز وما اجوزش، ولسه لغايه الان عليها فلوس من جواز، عليها لسه فلوس بدفعها. ربنا يديك الصحه. المعاش بتاعي 280 جنيه، معاش الشؤون. الشؤون الالكترونيه 280 جنيه. ما لهاش دخل يعني، ما لهاش حضرتك دخل تاني او كده؟ مفيش. تمام. يعني ربطهم الخمسه يعني، كان سايبهم اكبر واحده فيهم كان عندها 8 سنين. طب انت ربيتيهم ازاي يا حاجه؟ ده سحر ده يا حاجه ولا ايه؟ والله ربيتهم ولاد الحلال يا عم، ولاد الحلال وقفوا معايا. والله يا حاجه اقسم بالله انا يعني لولا ان انا المايكات والحاجات اللي في جنبي دي وبتاع، انا نفسي اقوم يعني احب على راسك والله. والله العظيم ما بهزر، لان يا ست الكل انا مش بهزر، ده المثال المحترم للست المصريه. يا جماعه لو سمحتوا اسمحوا لي كده بوجه بس ندقي الناس كلها يا جماعه، شوفوا يا جماعه وتعلموا. ادي الست المصريه المخلصه، ادي الست المصريه اللي بجد، ادي الست المصريه مفيش حاجه اسمها ارمي عيالي ولا اتطلق، اصل جوزي مضايقني اتطلق ازاي ولا ما اتطلقش ازاي. معلش انا بدخل موضوع قانون الاحوال الشخصيه في القعده بتاعتنا، بس يعني انا غصب عني يعني. ما الواحد يا جماعه بيشوف اهو، ما الناس اهي، ما الابطال اهي، ما هي دي يا جماعه بالظبط كانها بطل مقاتل برضه، بس فين؟ في لقمه العيش، في الكفاح. يا جماعه اتفضلي ست الكل. هو يا حبيبي كان بيقول لي يما انا كاتبك في الام المثاليه وهطلعك تحجي تطلع عمره، قلت له يا ابني اما سد الدين اللي عليا وانت تفك كده تبقى حلو وتبقى تطلعك. قال لي يا اما نفسي اطلعك تحجي عشان اسد الجميل اللي علي، عايز اعمل لك حاجه يا اما عشان ارضيك. قلت له انا مرضيه من غير حاجه، ورضاك عليا بالدين ودخلتك عليا بالدين، وانت تتصل علينا كده تقول لي عامله ايه يا حاج، ببقى فرحان. دلوقتي ما عادش حد اتصل علي. يا حاجة احنا كلنا ولادك، احنا كلنا ولادك، وانا اتشرفت بجد ان انا عرفتك من النهارده، ووعد مني نكون دايما على تواصل، واستاذنك تعتبريني زي ابنك، انا هكون شاكر جدا والله لحضرتك. بقول لك يا ست الكل مفيش بقى كده يعني حاجه، لا لا واحنا هنعيط كلنا. طب وبعدين يا جماعه ده الشهيد ده ميت وزوجته بتقول لك احسن معامله، ووالدته راضيه عنه، والراجل شهيد. يا جماعه وفي احسن من كده موته؟ يا رب اكتبها لي يا رب، في احسن من كده موته يا جماعه؟ في الفراق صعب، الفراق صعب والله انا معاكم، بس اللي صبرنا ان هو في مش محترضين والله. طب انا عايز حاجه بالله عليكي بقى، حاجه جميله كان بيعملها ننهي بيها الحلقه، حاجه جميله، حاجه حلوه ايا كان بقى، كلمه حلوه بيقولها لك، عمل معين كان بيعمله له لازمه معينه، ضحكه معينه، نكته معينه، اي حاجه. خلاص احنا كده يا جماعه الدنيا بقى ايه، قلبنا كده ببكاء، وانا ما كنتش عايز كده خالص، لكن انا لو اقول لك بس يا امي اتشرفت بيك النهارده، اتشرفت بيك يا ست الكل، اتشرفت بيك يا احمد باشا، انت زي العسل والله. يعني هو مسافر اخر مره، خلي بالك من احمد ومن حمز يا ايمان، انا ممكن ما ارجعش تاني. اقول له لا، قال انا طالع مأموريه، الكلام ده في البيت، خلي بالك من الحاج.
قطعت عينيكي وقلت له حاضر يا رب. مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه غير حاجه واحده بس، ادي الامثله المشرفه للمراه المصريه ولا بلاش. المراه المصريه دايما شايله البيت مع جوزها ودايما في ظهر جوزها، ولو جوزها لا قدر الله مات اتصاب اي حاجه الراجل شايل البيت. تحياتي لكم واشوفكم الحلقه الجايه على الف خير.